هي من نفس الطريقه الفرديه دلوقتي حضرتك فايت شغال مع كبيره فايت طالما كبيره فايت فايت في فرق بينك وبينه نص متر نص متر اكتر من ارضه انا بتحرك معاه فايت في فرق بيني وبينه نص متر اللي هو لو رمى مش هيجيبني لو رمى مش هيجيبني او ممكن يجيبني لو هو كده بتاع الصريح يبقى في فرق بيني وبينه نص متر لكن انا قلت عليه حبيبه تمام ملك محمد تامر سيف شهر بيعمل نفس النظام ده بيتحرك فايت معاه ومستني اقرب منه وبعدين بيجرب استنى تقرب منه ايه؟ انت في نقطة أفضل هجوم انت بينك وبينه في نقطة الهجوم بتاعك انت مستني ايه؟ بتفكر في ايه اصلا؟ طب ما تيجي تفكر كل التفكير هشتغل عليه وانا بره افكر وانا بره هنا شغال عليه في نص متر انتهي وبتاع بفكر لكن انا جوه ارض وافكر العب ولا ما العبش ده العب العب بتعمل ايه؟ انت بتفكر وانت جوه طب ما انت معاك ملعب انت ملعب يعني مفكر معاك جديد انت ملعب فكر معاك جديد بس ما تخشلوش ارضه وتفكر انك تلعب ده غلط وخليك بسيط الدنيا بسيطه يعني نص متر سهلة أوي أهو الأرض ما نص متر أهو جبت أهو سهلة معاك أهو اختار السهل اختار السهل معاك نص متر ده سجل فيه وتسجل فيه كويس أصل ده نص متر أفكر أرمي ولا مرميش يا بدر يا حبيبي قريبة أوي أنت بتعملي كده بعدين بتفكر تطلعي أنت بتعملي كده اللي في الأرض بتفكر تطلعي الكيان دي هتسجل معاك وأنت جاي هتقفل المواشي هتسابق معايا اربعه اهو المواشي هتسابق معايا هنا النقطه دي هتكون كده قوي انا بفكر في نص متر بتاعي بس نص متر بتاعي بس معاك ملعب 8 في 8 ملعب 8 في 8 افكر اعمل فيه ايه لكن مش ضربه واحده الهجوم بتاعته وبتحرك معاه وافكر اروح ولا ما اروحش لا اروح روح انت بتعمل ايه؟ بتفكر في ايه وانت عنده؟ انا اهو معايا اهو دي ارض اهو في فرق بيني وبينه نص متر اهو واحد اتنين اهو اهو سهل العمليه سهله وبسيطه بس انت اللي معقد نفسك لكن انت معايا هنا اهو وافكر ارمي لما ترمي من بعيد شويه ابسط مكان اهو ابسط حاجه هيعملها معاك وانت عنده اصلا يبقى خلي في بينك وبين لعيبك نص بلاطه اللي هي البلاطه الرمادي كده خليها دايما بينك وبينك وعلى الملعب هكذا دخلت ما تفكرش العب ولا ما العبش ارمي السهل بتاعك دخلت ارضه ارمي السهل بتاعك هي ارضك هي ارضه وهي الهجوم بتاعك ابتدي دلوقتي السهل قدامي مش عايز اشوف انت حاضنه اصلا وتفكر تاني ما تفكرش دخلت ارض ملعبه ما تفكرش ارمي ما استناش انت مستني ايه؟ مستني اكتر من كده لو لعيب فيرود هيشيلك مش براي هتسمع عليه مش هتخش له تاني اصلا ما تفكرش طول ما انت في الملعب ارمي السهل اللي عندك مواشي سهل كزامي سهل شبراي سهل كياجي سهل كله هيجي معاك كله في نص متر خليك بعيد شويه وفكر حتى بحيث هو لو رمى كزامي لو انا قدامي اتفادى احط كده اعرف اتفادى الملعب معايا لكن هو قريب قدامي وانا قريب منه ها فين بقى بحيث ان انا ارجع واخد الباك بتاعي تمام اكون مسك دي واتفرج